الذين يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم لا يصلون لا مع الجماعة ولا في بيوتهم، فإنهم كفار كفرا مخرجا عن الملة، أي أنهم مرتدون، لأن القرآن والسنة وكلام الصحابة رضي الله عنهم يدل على ذلك. وكذلك النظر الصحيح، كيف يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحافظ على ترك الصلاة؟ أين الشهادة؟ وقد جاءت النصوص في القرآن والسنة وأقوال الصحابة صريحة في ذلك، ولنا في هذا رسالة صغيرة لكنها صغيرة في الحجم كبيرة في المعنى، ذكرنا فيها الأدلة على كفر تارك الصلاة، وأجبنا عن أدلة الذين قالوا إن تارك الصلاة لا يكفر. فمن أراد الاستزادة من ذلك فليحصل على هذه الرسالة الصغيرة. أما بقية أركان الإسلام كالزكاة والصيام والحج فالصحيح أن تاركها لا يكفر، وإن كان قد قال بذلك قد قال بكفره بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يكفر بترك الأعمال إلا الصلاة، كما قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة.